قال أهل العلم من الفوائد في هذا الحديث، قال ابن رجب: إن المعرفة مكتسبة، إن المعرفة مكتسبة تدرك بالأدلة. المعرفة التي هي في القلب مكتسبة، أي من أراد الإيمان فإنه قادر على أن يكتسبه، وقادر على أن يحصله، وهذا الكسب يكون بالأدلة والبراهين. وقال أيضا ابن رجب قال: فإن العلم التام يستلزم الخشية، فمن قال أنه ازداد علما فعليه أن يزداد خشية لله. فالأصل أن أكثر الناس علما هو أكثرهم خشية لله عز وجل. أما أن تراه كثير العلم قليل الخشية فهذا مقياس منتكس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرن بين العلم والخشية، فنسأل الله أن نكون نحن وإياكم منهم. قال الحافظ ابن رجب قال: فنسبة التقصير إليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، في العمل لاتكاله على المغفرة خطأ فاحش. إذن نسبة التقصير في قولهم هذا كأنهم نسبوا التقصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم أن هذا خطأ فاحش. لما هذا خطأ فاحش؟ لما هذا خطأ فاحش؟ لما؟ تفضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبق أحسن ما أمر الله به، وعلم ما أراده الله منه، فماذا تريدون أكثر؟ فهذا مغمز، ولكنهم لم يقصدوا. وهذا إخوتي في الله أيضا دليل من أدلة أهل السنة على العذر بالجهل. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم هكذا تطعنون في، ومن طعن في فهو كافر، فأنتم كفار، معاذ الله. هذا من مبادئ جماعة الجهل. أما أهل السنة فهم عذارون، يجدون الأعذار للناس. فإذا وهذا مدعاة إلى طالب العلم أن يتنبه إلى كلام الناس، فلا يحاسب الناس ويعاملهم على ألفاظهم بمستوى واحد. فمن تكلم معك وأساء إليك وأنت تعرف أنه لا يعرف أبعاد كلامه، فاحمل الكلام على أحسن محمل. أما إن كنت تعرفه مدققا في ألفاظه، عارفا لأبعاد كلامه، فلك عندها أن تواجهه وأن تعتب عليه. فالأصل إذن حسن الظن، والأصل أن نفهم أن كثيرا من الناس لا يعرفون أبعاد كلامهم، فيخطئ طالب علم حديث أو أصول فقه إذا تكلم مع العامة يقول له: يلزمك في قولك كذا وفي قولك كذا. هم لا يعرفون الكلام الذي يلزم واللازم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحافظ ابن حجر قال: إن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها كان ذلك أدعى له إلى المواظبة عليها. إذن من تقدم في العبادة فهذا الأصل فيه أن يدعوه إلى ماذا؟ إلى المواظبة عليها. فليس الأمر أن تكثر من العبادة ثم تنقطع،
لذا فالأصل أن نكون كما كانوا، تتقدم أوغل بهذا الدين برفق، فتتقدم في الدين وما تقدمت فيه تحافظ عليه، حتى إذا كان آخر حياتك كان العمل فيها من خير أعمالك. هكذا ينبغي أن نكون. قال الحافظ: الأولى في العبادة القصد والملازمة لا المبالغة المفضية إلى الترك. إذن هذا يلتقي مع الكلام السابق، أن كثيرا من الناس يغالون فلا يصمدون، يريد أن يقرأ القرآن في أسبوع ولكنه لا يواظب، يريد أن يقرأ القرآن في 3 أيام ولكنه لا يواظب. لا تقرأ في 3 إلا إن علمت من نفسك المواظبة، واقترب من ذلك برفق حتى تصل إلى ذلك. قال الحافظ، قال: فيه التنبيه على شدة الرغبة عند الصحابة في العبادة وطلبهم الازدياد من الخير. إذن هذا منقب من مناقب الصحابة، وإن تكلموا بكلام لا يقصدون لوازمه فهي دليل ظاهر على شدة اتباعهم وتطبيقهم لشرع الله. قال الحافظ أيضا: فيه مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي. فإذا عندما وجد النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لشرع الله، هل ضحك؟ هل سر؟ أم غضب؟ غضب. وهنا إخوتي في الله غضب مع حكمة، فهو غضب ولكنه وجه، لا كما يفعل بعض الناشئة إن وجد حرمة من حرمات الله تنتهك فإنه يغضب ويبدأ بالتكشير والضرب ما هكذا هو الشرع. فنحن بين طرفين، طرف لا يغضب، يرى المعاصي تنتهك ولا يتمعر وجهه ولا يتحرك قلبه ولا يتلفظ لسانه، وطرف آخر يغالي فتجده يثور ويكسر ويشتم: ووينك يا شيخ في السجن؟ وينك يا شيخ إيدك مكسورة؟ وينك يا شيخ؟ كل هذا إيش؟ لأنه تصرفات من ناشئ لم ينضبط بالعلم. فإذا ينبغي أن نتفهم. قال: فيه جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من المباهاة والتعاظم. هذه ملاحظة مهمة، أنه يجوز أحيانا للعالم أو للشيخ أمام تلاميذه أن يذكر ما أكرمه الله بالمحافظة على طاعة أو بهمة في العلم من باب تحريض الناس ومن باب تشجيع الناس، ولكنه عليه أن يحرص كل الحرص على الإخلاص وأن لا يقصد المدح والمباهاة وإلا هلك، فهو بين الهلاك وبين تحصيل الأجر. إن أخلص حصل الأجر، إن رأى هلك. وقد يحتاج الإنسان أن يتكلم بما أكرمه الله من طلب للعلم حتى إذا تكلم سمع له، فهو يقول: قرأت كذا وشيخي كذا وسمعت منه ودرست عنده وسمعت له من الأشرطة كذا وكذا، ولي بفضل الله أطلب العلم السنوات كذا وكذا. هو يقول هذا من باب التحدث بنعم الله عليه، ومن باب تشجيع الطلبة على العلم، ومن باب أن إذا تكلم سمع له. فإن جاءك واحد لا تعرفه وتكلم قد تزهد في علمه وفي مجالسته، ولكن إن عرف
من قبل شيخك أو من قبل عالم فهذا مدعاة لك أن تستمع له وأن تجثو بالركب بين يديه. وكذلك العالم قد يحتاج أن يتكلم لا من باب المباهاة ولا من باب التفاخر، وإنما من باب التشجيع، ومن باب أن يستمع له، ومن باب أن يعرف قيمة العلم الذي عنده، حتى لا نكون كما قيل عن أحدهم أو كما قالوا في وصف جماعة، قالوا أزهد الناس بالعالم أهل بيته وقرابته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يذكرنا عندما زار شيخنا الألباني رحمه الله أوروبا في رحلة استغلها في العلم، فسمع به بعض المسلمين في تلك البلاد، فإذا بهؤلاء الطلبة، طلبة الجامعات أو المقيمين هناك أو ما شابه، قد طاقت وقد طارت قلوبهم لرؤية هذا العالم، فذهبوا وحرضوا الناس على استقباله. وكان من الموجودين شاب من الأردن، فإذا به يسأل هذا الشاب ويقول: من هذا الذي قدم إلى هذه البلاد وكل هذا الترحيب وهذا الاستقبال؟ فقالوا: هذا الشيخ الألباني. فقال: من الألباني؟ وأين يسكن؟ فقالوا له: الله أكبر، الله ربي، أنت في الأردن ولا تسمع بالألباني، ونحن في هذه البلاد النائية سمعنا به. وهكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، زهد الناس بالعلماء وعدم معرفة ما لهم وما بهم. نعم. حديث